مضاد للفتة والكوارع الجميلة دي، شايفين أكلة جميلة جدا جدا، إن شاء الله بإذن الله تجربوها. يلا بينا على المقادير عشان نشوف هنعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أعز إخوات، يا أحلى عيلة. عايزين نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا دخلت في الموضوع كده على طول علشان طبعا إيه، اختصارا للوقت ومحدش يزهق مننا. الفيديو بتاعنا النهاردة هنسلق الكوارع، هنسلق الكوارع بتاعتنا. معايا كرة طبعا، ومعايا طبعا حلة بتغلي زي ما حضرتك شايفة كده. معايا ايه تاني؟ هنجيب هنا بصلة، طماطماية، جزر، ثوم للكوارع. لو في كرفس يا ريت، مفيش خلاص مش مشكلة. معايا ايه تاني؟ معايا توابل، حبهان بودر، فلفل اسود، ملح، ورق لور اهو. طبعا عشان دي حلة الضغط بحط الملح، خلي بالك. لو مفيش حلة الضغط طبعا يبقى السلام عليكم، طبعا مفيش ملح، مش كده يا حبايبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا هسقط الكرع بتاعنا اهو مغسول زي الفل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. صلي طبنا على النبي يا اولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هقفل عليه الحله، هيقعد طبعا الكارع لما يكون صغير في الحله دي هيقعد معايا نص ساعه مثلا، او نص ساعه وعشر دقائق كده، يعني مثلا ساعه، ساعه الا تلت مثلا. لما يكون كبير ممكن يقعد معايا من ساعه لساعه، ساعه وربع. خلاص الحله دي بتوفر الجهد، الوقت والجهد والغاز والميه وكل حاجة، وبتسوي الحاجة بتخليها فظيعة. طبعا انا عارفة انها عند معظمكم، وان شاء الله اللي ما عندوش ربنا يا رب يعينه ويجيب. هنكمل سوا الكوارع بتاعتنا ان شاء الله. طبعا انا هعمل جنبها شوية فتة، مفيش حد بيعرفش يعمل فتة، بس انا جاي عشان اسلق معاكم الكوارع اهوت ان شاء الله. ولما تستوي هتشوفوا احلى شوربة معايا، خليكي معايا ان شاء الله. كل التوفيق للجميع، كل التوفيق. اللي بيشوفني لاول مره ما ينساش يشترك في القناه وينورني، وطبعا ان شاء الله نتقابل بعد سوى الكوارع بتاعتنا الجميله اللذيذه دي. يلا بينا. ما تنسوش تحطوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وشيروا الفيديو كتير علشان يروح لاكبر عدد ممكن. تمام، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا فتحت اهو على الكوارع بتاعتي، ما خدتش الحمد لله ما شاء الله تبارك الله، شايفين زبده ما خدتش حاجة. وطبعا زي ما حضرتك شايفة كده السوا بتاعها هتتخلع خلاص من العظمة بتاعتها، استوت خالص. انا طبعا هعمل جنبيها شوية رز وشوية فتة وهنفرغها مع بعض ان شاء الله بإذن الله. خليكي معايا طبعا، ما تنسيش تظبطي الحدق بتاعها. عايزة شوية ملح طبعا كمان بإذن الله ان شاء الله. نفرغها مع بعض ونشوفها احلى كوارع دي ولا ايه. خليكي معايا ان شاء الله. بسم الله. احلى فته في السريع اهي. طبعا ديت الشوربه بالخل والثوم عشان تاكلي احلى فته اهوت مع الكوارع ان شاء الله. طبعا العيش دوت ناشف طبعا في الفرن زي ما انت عارفه، حطيت عليه كده ايه، رشرشت عليه زبده وحطيت عليه ودخلت الفرن ناشف معايا. وادي الرز بتاعي طبعا عملته بالمستكه، تحفه يستاهل بقكم. عشان ايه تاكلي احلى فته، جميل جدا. انا طبعا ايه مش عامله رز كتير لان احنا طبعا ايه عشان الرجيم، بس بنقل من الندري وبنوفي. طبعا اللي بيحب يكتر رز يكتر مش مشكله اهو. وطبعا اللي بيحب يعمل تغذيه اللي هي الطماطم يعمل، بس طبعا ايه برضو عشان نقتصد شويه، نقتصدوا يا جماعه، ربنا يعين الجميع يا رب اهي زي ما حضراتكم شايفين كده. هجيب بقى الفته الكوارع بتاعتي، انا ساعات بخليها واحطها هنا فوق الرز او مع العيش، بخليها
هجيب بقى الكوارع بتاعتي كده ونفرغها برضو. يبقى انا خلصت معاك الكوارع بتاعتي اهيت ما شاء الله. هنا طبعا الفته بتاعتي والفها ناشفه ان شاء الله باذن الله. جربوا طريقتي في الفته وزي ما قلت لكم كده في الحله ما بتاخدش سوا خالص، وغير الحله طبعا تحطوها بقى ايه مش هتاخد وقت خالص. شايفين ما شاء الله السوا بتاعها عامل ازاي. من هنا المره الجايه اقول لكم دمتم سعداء دمتم سليمين، وشكرا جدا ليكم، وما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. مع الف سلامه.